بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه سيرة العشرة الكرام المبشرين بالجنة، أولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب التيمي القرشي، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وأمه أم الخير سلمة بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، عاش 63 سنة، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الأمة إسلاما وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي الخلافة 2.5 سنين، وقيل 2.4 أشهر إلا 10 ليال، وقيل 2، وقيل 20 شهرا، وله من الولد عبد الله أسلم قديما، وله صحبة، وكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار، أصابه سهم يوم الطائف ومات في خلافة أبيه. وأسماء ذات النطاقين، وهي زوجة الزبير بن العوام، هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة. وأمها قتيلة بنت عبد العزى من بني عامر ابن لؤي لم تسلم. وعائشة الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوها لأمها وأبيها عبد الرحمن بن أبي بكر، شهد بدرا مع المشركين وأسلم بعد ذلك. وأمها أم رومانة ابنة عامر ابن عويمر ابن عبد شمس ابن عتاب ابن أذينة ابن سبيع ابن ذهمانة ابن الحارث ابن غنم ابن مالك ابن كنانة، أسلمت وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عتيق محمد بن عبد الرحمن ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم نعرف في الصحابة 4 صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أولاد بعض سواهم. ومحمد ابن أبي بكر ولد عام حجة الوداع وقتل بمصر وقبره بها، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية، وأم كلثوم بنت أبي بكر ولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وأمها حبيبة، وقيل فاخته بنت خارجة ابن زيد بن أبي زهير الأنصاري، تزوجها طلحة بن عبيد الله، وله 3 بنين و3 بنات، كلهم له صحبة إلا أم كلثوم. ومحمد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو بكر رضي الله عنه في جماد الآخرة 3 ليال بقين منه 13. أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي. وأمه حنتمة بنت هاشم، وقيل هشام بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، أسلم بمكة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولاده أبو عبد الرحمن عبد الله أسلم قديما وهاجر مع أبيه وهو من خيار الصحابة. وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمها زينب بنت مضعون. وعاصم بن عمر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم عاصم جميلة بنت ثابت ابن أبي الأقلح. وزيد الأكبر بن عمر ورقية أمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. وزيد الأصغر وعبيد الله ابن عمر أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعية. وعبد الرحمن الأكبر بن عمر وعبد الرحمن الأوسط وهو أبو شحمة المجلود في الخمر، أمه أم ولد يقال لها لهية. وعبد الرحمن الأصغر بن عمر أمه أم ولد يقال لها فكيهة. وعياض بن عمر أمه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل
وعبد الله الأصغر بن عمر أمه سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عوف، وفاطمة بنت عمر أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وأم الوليد بنت عمر، وفيها نظر. وزينب بنت عمر أخت عبد الرحمن الأصغر بن عمر. ولي الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر و1/2 شهر، وقتل في آخر ذي الحجة من سنة 23 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنه اختلاف. أبو عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهو الأب الخامس، وأمه أروى بنت كريز ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب. أسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي الخلافة 12 سنة إلا 10 أيام، وقيل إلا 12، وقتل في ذي الحجة 18 خلت منه بعد العصر، وهو يومئذ صائم 35، وهو ابن 82 سنة. وله من الولد عبد الله الأكبر، وأمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي وهو ابن 6 سنين، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره. وعبد الله الأصغر، وأمه فاختة بنت غزوان أخت عتبة، وعمر وخالد وأبان ومريم، أمهم أم عمرو بنت جندب ابن عمرو ابن حممة من الأزد من دوس، والوليد وسعيد وأم عثمان، أمهم فاطمة بنت الوليد ابن عبد شمس بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وعبد الملك لا عقب له، مات رجلا، وأمه أم البنين بنت عيينة ابن حصن ابن حذيفة بن زيد. وعائشة وأم أبان وأم عمرو، وأمهن رملة بنت شيبة ابن ربيعة، وأم خالد وأروى وأم أبان الصغرى. أمهم نائلة بنت الفرافصة ابن الأحوص ابن عمرو ابن ثعلبة ابن الحارث ابن حصن ابن ضمضم ابن عدي ابن جناب من كلب بني وبرة. أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، وهي أول هاشمية ولدت هاشمية. أسلمت وهاجرت إلى المدينة، وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت له الحسن والحسين، ومحسنا مات صغيرا. وله من الولد محمد بن الحنفية، وأمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة، وعمر بن علي، وأخته رقية الكبرى، وهما توأمان، وأمهما تغلبية. والعباس الأكبر بن علي يقال له السقاء، قتل مع الحسين، وإخوته لأمه وأبيه عثمان وجعفر وعبد الله بنو علي، أمهم أم البنين الكلابية. وعبيد الله وأبو بكر ابن علي لا بقية لهما، أمهما ليلى بنت مسعود النهشلية. ويحيى بن علي مات صغيرا، أمه أسماء بنت عميس. ومحمد بن علي الأصغر لأم ولد درج، وأم الحسن ورملة أمهما أم سعيد بنت عروة ابن مسعود الثقفي. وزينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى ورقية الصغرى وأم هانئ وأم الكرام وأم جعفر اسمها جمانة، وأم سلمة وميمونة وخديجة وفاطمة وأمامة، أم بنات علي لأمهات أولاد شتى. ومعنى أمهات أولاد يعني أنهن إماء. وكانت خلافته 4 سنين و7 أشهر وأياما على اختلاف في الأيام. قتل وله 63، وقيل 65، وقيل 58، وقيل 57 عام الجماعة 40. أبو محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب
يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وأمه الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد الله بن عباد ابن أكبر بن عوف ابن مالك بن عويف ابن خزرج ابن أياد بن الصدق. أسلمت أمه وتوفيت مسلمة، أسلم قديما وشهد أحدا وما بعدها، ولم يشهد بدرا، كان بالشام في تجارة، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وكان له من الولد محمد السجاد، قتل معه وعمران أمهما حمنة بنت جحش، وموسى ابن طلحة أمه خولة بنت القعقاع ابن معبد ابن زرارة، ويعقوب وإسماعيل وإسحاق وأمهم أم أبانا بنت عتبة بن ربيعة، وزكريا وعائشة أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وعيسى ويحيى أمهما سعدة بنت عوف المرية أي من قبيلة مرة، أم إسحاق بنت طلحة أمها أم الحارث بنت قسامة ابن حنظلة الطائية أي من قبيلة طيء. فأولاد طلحة 11، وقيل ابنان آخران وعثمان وصالح، ولم يثبت ذلك. وقتل طلحة 36 يوم الجمل وهو ابن 62. أبو عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي ابن كلاب، وهو الأب الخامس، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلمت وهاجرت إلى المدينة، هاجر الهجرتين وصلى القبلتين، وهو أول من سل سيفه في سبيل الله عز وجل، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الولد عبد الله، وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، والمنذر وعروة وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة أمهم أسماء بنت أبي بكر الصديق، وخالد وعمر وحبيبة وسودة وهند أمهم أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، ومصعب وحمزة ورملة أمهم الرباب بنت أنيف الكلبية أي من قبيلة بني كلاب، وعبيدة وجعفر وحفصة أمهم زينب بنت بشر من بني قيس ابن ثعلبة، وزينب بنت الزبير أمها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وخديجة الصغرى أمها الجلال بنت قيس من بني أسد بن خزيمة. فأولاد الزبير 21 رجلا وامرأة. قتل يوم الجمل 36 وله 67 سنة أو 66 سنة. أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واسم أبي وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة، وأمه حنة بنت سفيان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وأسلم قديما وكان يقول لقد رأيتني وإني لثلث الإسلام، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان رميه ذلك في جيش فيهم أبو سفيان، لقوهم بصدر رابغ في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وله من الولد محمد قتله الحجاج، وعمر قتله المختار ابن أبي عبيد وعابر ومصعب، وروي عنهما الحديث، وعمير وصالح وعائشة بن سعد. مات بقصره في العقيق على 10 أميال من المدينة، وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة 55 وهو ابن 74، فكان آخر العشرة وفاة. أبو الأعور سعيد بن زيد ابن عمرو رضي الله عنه ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، أمه فاطمة بنت بعجة ابن أمية ابن خويلد من بني مليح من خزاعة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، وتزوج أخته أم جميل بنت الخطاب. أسلم قديما ولم يشهد بدرا، وله من الولد عبد الله، وكان شعيرا، وقال الزبير ابن بكار وولده قليل وليس بالمدينة منهم. وتوفي سعيد بن زيد
سنة 51 وسنه 74 سنة. أبو محمد عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف رضي الله عنه، ابن عبد بن الحارث ابن زهرة بن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، وأمه الشفاء، وقيل العنقاء بنت عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة، وكانت مهاجرة، أسلم قديما وشهد بدرا، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراءه في غزوة تبوك، ومن ولده سالم الأكبر مات قبل الإسلام، وأم القاسم ولدت في الجاهلية، ومحمد وبه كان يكنى ولد في الإسلام، وإبراهيم وحميد وإسماعيل أمهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف من المهاجرات المبايعات، وكل ولد عبد الرحمن منها قد روي عنهم الحديث. وعروة بن عبد الرحمن قتل بإفريقية، وأمه نحيرة بنت هانئ ابن قبيصة ابن مسعود ابن شعبان، وأمه سهلة بنت سهيل بن عمرو وهو أخو محمد بن أبي حذيفة ابن عتبة لأمه. وعبد الله الأكبر قتل بإفريقية، وأمه من بني عبد الأشهل، وأبو بكر ابن عبد الرحمن، وأبو سلمة الفقيه وهو عبد الله الأصغر، وأمه تماضر بنت الأصبغ الكلبية، وهي أول كلبية نكحها قرشي، وعبد الرحمن بن عبد الرحمن ومصعب بن عبد الرحمن، وكان على شرطة مروان ابن الحكم بالمدينة، مات بالمدينة ودفن بالبقية سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان، وصلى عليه عثمان وسنه 72 عاما. أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه، ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة بن الحارث ابن فهر ابن مالك، وأمه أم غنم بنت جابر بن عبد العزة ابن عامر ابن عميرة ابن وديعة ابن الحارث ابن فهر، وقيل أميمة بنت غنم بن جابر ابن عبد العزة، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر ابن مالك، أسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وشهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزع يوم أحد الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المغفر، وانتزعت ثنيتاه فحسنتا فاه، أي حينما نزع الحلقتين من وجه النبي صلى الله عليه وسلم انتزعت ثنيتاه، أي أسنانه الاثنتين الأماميتين، فحسنتا فاه، فقيل ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. وكان له من الولد يزيد وعمير، وقد انقرض ولد أبي عبيدة فلم يعقب، يعني ليس له ولد في عقبه، ومات بطاعون عمواس سنة 18، وقبره بغور بيسان بقرية عمتا، وهو ابن 58 سنة. وصلى عليه معاذ بن جبل، وقد قيل عمرو بن العاص. وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر كافرا، وفيه أنزل الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه الغر الميامين الذين جاهدوا في سبيل هذا الدين حتى أتاهم اليقين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين.